السلام عليكم مره اخرى. من بعد الفيديو اللي كنا حنا اللي لقات اعجاب كبير، قررت ندير لكم هذا الفيديو اللي غندوي لكم على فيزا ديال اوروبا، لانني شنو لقيت ان كاين واحد النقص ديال المعلومه لواحد الدرجه لا تتخيل عند الشباب، فهمتي البلانكي، وهي شي حاجه اللي ولات سهله في هذه الوقيته ديال الناس، ما بقاش شي حاجه اللي فريمون صعيبه ديك الدرجه اللي بنادم راه بشي تغشاش غتقدر تعرف هذا الشيء كامل وزعما تقدر صوفي راسك، فهمتيني، بالنسبه لحيت ولاو كيرجعوا لكم ان الفيزا ديال اوروبا اعجازيه وخاص تكون عندك وكذا، لهذا غنطرق معكم كيفاش تقدر تاخذ الفيزا ديال اوروبا حتى الا ما كنتيش خدام، سيرتو غنركز على الناس اللي ما كانتش خدام، واللي خدام غادي تنفعوا هذه القضيه باش انه ما يطيحش في الاخطاء اللي كيطيح فيهم كل شيء، علاش كتريفيزي لك الفيزا، فهمتيني، سيرتو غنركزوا على الكونت بونكير ديالك وعلى انه يكون مروج ولا عيباش. للناس اللي ما خداماش شحال هذيك كنت درت واحد لا فيديو ديال كيفاش تاخذ الفيزا وانت ما خدامش، وكنت وريتكم كيفاش تكريو شركه وان الكونطابل اللي كريها لك وداك الشيء. دابا ولات واحد القضيه اسهل من هذا الشيء كامل اللي هي شناهي، هي كاينه المقاول الذاتي. شحال من واحد فيكم سمع المقاول الذاتي والعيبات وما مشاش قلب عليها حتى شناهي ولا شنو كدير ولا شنو هو البلان ديالها ولا شنو يقدر يستافد منها ولا مشى استافد غير من داك الشيء. المقاول الذاتي اي واحد اي المواطن المغربي عنده الحق يديرك يزاول اي مهنه تجاريه مهنه حرفيه كما تخيلتيها، شي تكون ما خدامش ما عندكش مهنه العيبات حتى هي تكري مقاول ذاتي والعيبات وكتخلص 0.5% في الضرائب. عشني 0.5 يعني على كل مليون كتدخلو كتخلص 1000 ريال 50 درهم الوغ بورسونتاج لي فريمون فريمون صغير لواحد الدرجه ما كتصورش، وهذه انت كتعطيك انك انت واحد الانسان اللي خدام وكيخلص الضرائب ديالو وكلشي، وكتقدر انك بوسيبل تدفع فيها الفيزا لاوروبا. هاد العيبات هما اللي بغينا حنا بنادم يعرفهم ويقلب عليهم ويستافد منهم ونوصلوا ليه المعلومه، حيت ما تخيلتش ان ما خدامش هي انني غادي نعطيك معلومه غطيح عليك من السما غادي تمشي غنهزك غنحطك في اوروبا ديريكتوم، راه خاصك تنوض تجري عاوتاني. بنادم ما يبقاش يقلب على السهله مريح في الدار وكيتسنى مع شي معجزه غتوقع اللي غتنوض. واخا انا كونتر الفكره ديال اوروبا ماشي كونتر 100%، ولكن مادام كاين اقبال على الناس باغا تعرف هذه المعلومات والعيباش ما فيها باس بنادم توري واحد الميثود يمشي يقلب على راسه والعيباش. لهذا كما قلت لك كري مقاول ذاتي، كتخلص جو كوا كتدفع الضرائب كديكلاري كل 3 شهور كدير ديكلاراسيون كتدخل سيغ سيت انترنيت ديال المقاول، راه غنخليه لكم في الديسكريبسيون، كتدخل كتمشي كتديكلاري انا شحال دخلت شحال درت داك الشيء اللي دخلتي درهم ديكلاري دخل الدرهم، فهمتيني، راه ما كتخلصش بزاف، راه قلت لك على كل مليون كتخلص 50 درهم مغربيه. الوغ كان كخي هذا المقاول الذاتي كتولي تعطيني صفه قانونيه انا امام السفاره، حيت كوم كو ان واحد الشخص خدام، وكما قلت لك راه هي مهنيه لاي مهنه كتخيلها، وحتى مول الحانوت داك الشيء اللي كتخيل سودور نجار اي لعيبه اي حاجه تمشي تقولها ما كاينش مشكل، فهمتي بلان كيدير. الوغ سي بور سا بنادم فين كيتصيد، انا غنرجع معاك الحاجه اللي كيتصيدوا فيها اكثريه المغاربه فاش كيدفعوا الفيزا اللي هي لو كونت بونكير. الكونت بونكير ديالك كما كنت عارف دابا راه نورمالمون ولاو بزاف، تخيل معايا ولاو بزاف لي بونك فابور، وليتي كدير الو غنمشي نكري كونت ديالي في البنك العيبات، غتقول لي لا خاص يكونوا عندي فلوس والعيبات، لا الفيزا في القنصليات علاش كيعتمدوا؟ ما كيعتمدوش على شحال عندك في الكونت، هي مهمه بواحد النسبه صغيره ماشي بشحال مروج الكونت، راه كاين فرق كبير ما بين جوج اللعبات هادو، راه تقدر تكون عندي 3 مليون في الكونت ولكن انا راه مروج في الشهر كنروج 3-5، واخا عندي سولد فينال فيه 3 ولكن راه كنروج بزاف. هادي اللي علاش كيعتمدوا، ولا بغيتي تروج الكونت ديالك بزاف شنو خصك دير بالنسبه للناس اللي ما خدامينش، وهادي حتى بالنسبه للناس اللي خدامين وبغاو يروجوا الكونت العيبات شنو ندير؟ اي حاجه نخلصها بلا كارت، ماني الدار باغي نخلصوا الضو ندخل نخلص الضو انا بلا كارت ديال بونكير ديالي، ناخذ الليكيد من عندهم ونخلص بلا كارت ندير فيرمو عشان تولي محسوب لك فيرمو في لا بونك عندك، ومن مورا لا بونك وليتي مخلص واحد السيرفيس، نخلص الضو نخلص الماء الدار باغي نتقداو من مرجان نمشي نخلص بلا نعطيهم يخلصوا بلا كارت. بحال هكا كيبقاو لي تخاص، هذوك لي تخاص مهمين، شحال كتروج راه غتجي تشوف الشهر في المصاريف باغ اكزومبل، اي حاجه باغي نتقداو مالي الدار انا نمشي نتقداو نمشي نخلصها بلا كارت ديالي وناخذ فلوس وجمع دوك فلوس ونفيرسيهم واللعيبات وكذا، حتى كنلقى واحد وليت كنلعب في واحد المونطو كبير في الشهر، فهمتيني، وراه سيغتو الناس اللي كتصرفوا عند المصاريف والعباد راه كتفهم هذا الفيلم هذا، ماشي بالضروره خصهم يكونوا فلوسك، فهمتيني، الو كتولي كتلعب راه هادي علاش كيعتمدوا، راه حتى هما ماشي لوجيك، تخيل معايا انت كتقول لهم انا كندخل في الشهر 5000 درهم، وكيجيو كيلقاوك مثلا
مروج لو مينيموم 1000 درهم ولا بايزومبل مروج واحد جوج المليون، راه ماشي لوجيك مع الصالير اللي كتدخل مع داكشي اللي كتروج. الوغ راه صعيب فهمتيني، هاد لي ديطاي مهمين ديال بصح. هادي بالنسبه للكونط كما قلت لك، عطاتك الطريقه كيفاش تروجو وعطاتك الطريقه كيفاش تكري كونط ولعيبه هادشي راه ساهل، وما طيحش في الخطا ديال انني نقوفلي الكونط. انت كتدخل بحال باغ اكزومبل شي واحد كيبغي يمشي يدفع الفيزا اش كيدير؟ كيمشي يتسلف مع الدارهم ولعيبات كياخذ مع هذا مليون، هذا جوج، هذا ثلاثه، كتولي عنده سبعه في الكونط وشحال مروج؟ مروج 1000 درهم في الشهر، حتى ما يمكنش مسطي. راه بحال هكا، راه اخطاء بدائيه اللعيبات اللي كيطيح فيهم بنادم، خاصو ايفيتيهم باش ما تريفيزاش لك الفيزا. كما قلت لك نمشي نقاد الوراق ديالي، اللي بغى يشوف الفيديو ديال الشركه انا غنخليه في النهايه ديال الفيديو، حيت كاينين دو سوليسيون، سواء كخيي شركه عند كونطابل ولعيبات، ولا ما بغيتش نكري شركه ولعيبات، راه ولات دابا المقاول الذاتي كما قلت لك ترونكين، نمشي نقاده ونقاد وراقيه ونجي وندفع الفيزا ديالي، ولكن احترم المده. فاش ندير مقاول ذاتي نمشي لغد اللي نمشي نجري نمشي ندفع، راك عارف خصك 3 مو ديال لي غولفي بونكير بعدا 3 مو ياك، وقبل منها نخليها تقدام شويه، نخليها على مينيموم واحد 6 مو، نضرب بها واحد 8 شهور، حيت ما كايناش شي حاجه بالسهل، غنجي غندفع عليهم السلام عليكم هكا سير الله يسهل، فهمتيني؟ نمشي نقادو فاش نبغي ندفع الوريقه، ندفع الوريقات ديالي خصكم تفهموا واحد القضيه حتى هي مهمه. بايزومبل لوروبا الاخوان راه ماشي غير فرنسا وسبانيون. بنادم كيمشي كيبقى يمقشقش على السفارات ديال هذاك، راه كاين الاتحاد الاوروبي، راه فيه بزاف البلدان اللي تقدر انك تمشي تدفع فيهم من غير هادو، سيغتو دول اللي كيكون عليهم الضغط بزاف، راه واخا كيكونوا اوراقك مقادين، راه كيما وقع مؤخرا المغاربه، راك شوف كيحبسوهم ما كيبقاوش يعطيوك، حيت صافي عنده واحد لو نومبغ دو فيزا خاصو يديليفري، صافي كيعطي الناس واخا تكون انت ديريكتور مارك ديالهاش ما غاديش يعطي لك. راه كاين كيما قلت لكم بزاف تقدروا تدفعوا فيهم، راه الاتحاد الاوروبي كبير، ولافونتاج اللي كيقدر يقوي الدوسي ديالك هو الايفنت. شنو هو الايفنت؟ هاد القضيه كنديرها انا فاش كنكون باغي باغ اكزومبل نسافر واللعيبات الاوروبا، اش كندير؟ كنشوف البلاد اللي غادي ليها فيها شي حدث، شي ايفنت، هاد الحدث باغ اكزومبل شي فيستيفال، شي حاجه ديال باغ اكزومبل ماتشات كره، كاين عزل ان كاين حدث شي حاجه اللي غادي على قبلها، حيت هما كيشوفوا لا بيريود اللي غادي نتعلق قبلها. بحال باغ اكزومبل انت دافع غادي لوروب الشو البرد في شهر جوج، علاش غادي؟ باغي نمشي نشوف الساحه الفلان الفلانيه، وباغي نشوف داك الشيء اللي ستوندار باغ اكزومبل، كيمشي بنادم لا تور ايفيل، راه كتجيهم ماشي لوجيك انه واحد غيمشي يشوف الشو البرد غيمشي يشوف حديده واقف وماشي الصيف، فهمتيني؟ الوغ نعزل واحد الايفنت اللي غادي انا كندفعو مع الوراق، انا غادي الايفنت فلان فلاني، هاد التيكي ديالو، عرض مسرحي، كاين بزاف دخلها البلاد اللي غادي لها. باغي تمشي باغ اكزومبل لالمان، ندخل نكتب جيرماني ايفنت، ندخل نكتب فرونس ايفنت، نكتب ونشوف لي زيفنت اللي كاينين كاملين، الاحداث اللي واقعين ديك الوقيته، ونمشيو نهزو ندفعو، هذاك كتقوي به هاد اللعيبات اللي ديطاي اللي كيداوهم فيهم هما، حيت جميع الدوسيات كيدفعوا متشابهين، فهمتيني؟ كيكون بين حيت لي ستاتيستيك هما كيعتمدوا لك على لي ستاتيستيك ديالك انت ولي ستاتيستيك الناس اللي سبقوك، كاع اللي كيدفع الدوسي بنفس الطريقه كيلقاو انه ما كيرجعش. الوغ اي ديريكتوم اي واحد عنده الدوسي بنفس الطريقه واخا تكون النيه ديالك سليمه ما غيعطيوكش، فهمتيني؟ وكما قلت لك نيفيتي البلدان اللي عليهم بنادم بزاف، حيت الحظوظ ديالك فغيمون غادي تكون قليله لواحد الدرجه ما كتخيلش. هذا كان واحد الشرح اللي خفيف ظريف، فهمتيني؟ نشوفوا لا رياكسيون ديال بنادم عليه كيفاش غادي تكون، كيفاش غادي تجيو العيبات، باش ابخي نقدر ندير فيديو اللي نتعمق فيه بزاف، كيفاش نعمل الوراق اللي خصني ندفع على مقاول ذاتي، الوراق اللي خاصني نجمع، العيبات، الوراق ديال الفيزا باغ ديطاي كل وحده شناهي، الفيش تبيم، وكيفاش نقادو هاد العيبات كاملين اللي بغيتو نديطاي معاكم. دابا حاولت نوصل لكم الفكره باش نشوفوا الا كان اقبال على النوع ديال الفيديوهات، راه نزيد نلوحوا لكم ونديطاي لكم. تهلاو في راسكم، نشوفكم في ساعه اخرى ان شاء الله.